مساء الخير يا بنات، انا النهارده عاوزه اكلمكم عن سيره وهي زهره الربيع اسمه فاسينا. انا خلصته و زي ما قلت لكم انا بشرتي جافه، وانا زي ما قلت لكم احنا هنشارك بعضنا في الحاجه اللي احنا استخدمتها انا شخصيا. يعني هو الإفكت بتاعه يكاد يكون زي ذا أوردينري، بل هو سعره أرخص على فكرة يا حبايبي. هو بالفيتامين إي والهيلورونيك أسيد وفيتامين سي وكمان الجرين تي اللي هي الشاي الأخضر، وكمان بزهرة الربيع اللي هي حاليا في منها كتابلتس وفي منها اللي هو السيروم ده، يعني على اساس ان هي اصبح يعني قالوا في التقارير الاخيره بالنسبه للمستحضرات التجميل انها فعلا ليها تاثير حلو جدا للبشره وللهالات للبشره والرينجلز يعني وبرضو بتشد البشره شويه، غير طبعا المكونات اللي هي الثانيه اهمها الهيالورونيك وفيتامين سي. طبعا اي حاجه فيها فيتامين سي ما يكونش في الخروج فيها الصبح عشان البشره ما تسودش او تتفاعل مع الشمس فيحصل مشاكل بالنسبه لكم يعني. وده عموما انا جربته، انا بشرتي جافه، فلو انت بشرتك مختلطه اوكي ممكن ينفع. البشره الدهنيه بقى مش عارفه الصراحه، يعني ما اقدرش ان انا اقول لكم او لا فيها، بس هي يعني للبشرة الجافة ممتاز وللمختلطة ممتاز. وياريت تدعموني يا بنات عشان احنا كل يوم بنقول معلومة جديدة وكل يوم بساعدكم في حاجة انا جربتها شخصيا وبقول رأيي فيها بمصداقية، يعني الحلو كويس اقول عليه كويس والوحش لازم طبعا نشارك بعض فيه عشان برضو ما يعني ما تشتروش حاجة وبعدين يعني تتضايقوا بعد كده من سعرها او شيء يعني. ولكن هي ده كمان على فكرة من المعلومة ان ده سعره منخفض جدا بالنسبة لذا اوردينري وريكسول ولاروش بوزي يعني ممكن يكون زي لوريال في السعر. وشكرا، وياريت تدعموني يا بنات بلايك، او حد فيكم عايز يسأل في حاجة اهلا وسهلا بيكم.